البنات هو الحليب ديالي ها هو وجد، كما تشوفوا القوام ديالو ملي برد. الا بغيتو اقل كثافه راه كنطفوا عليه في الاول، ملي كتشوفوا صافي راه ولا عاقد شويه ما بقاتش في ديك الكشكوشه، صافي راه كتطفوا عليه. انا بقيت تنطبخ فيه حكيت انا هذا اللون هذا الذهبي، هذاك الشيء بقيت كنطيب فيه. هو نسلي ساهل بثلاث مكونات، زعما متوفره في اي منزل، تقدر الواحد يحضره في الدار بلا ما يبقى يمشي يشري. ولا بغي يدوبل المقادير دوبل ماشي مشكل، المهم تشوفوا القوام ديالو. هو ناجح 100%، هو كينجح، هو كينجح في اول استعمال. ما تقولوش راه غنديرو ما غاديش ينجح معايا، راكم شفتوا الطريقه قدامكم كيفاش استعملته. المهم انا بغيت انا هذا القوام هذا بغيت ندير بواحد الحلوه، وانتوما الا بغيتوا اقل كثافه تقدروا تطفوا عليه البوطه في اقل كثافه، اما انا بغيتو في هذا القوام هذا. المهم البنات كنشكركم على التتبع ديالكم معايا، وكنشكركم بزاف بزاف، وتهلاو في راسكم. ودابا غنخليكم مع الفيديو باش تشوفوا طريقه تحضير هذا الحليب نيسلي، راه سهل جدا. عطيو غير شويه الخاطر ان شاء الله وغينجح معاكم. وكنسلم عليكم وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم البنات. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نحضر معكم الحليب المكثف مسمى نيسلي، حيت بزاف تاع البنات تقدروا ما كيصيبوش نيسلي متوفر في شي محلات. واليوم جات لهم الطريقه ان شاء الله باش يحضروا في المنزل بكميه لا باس بها، وتصلح لجميع الحلويات وجميع اي حاجه كيحتاجوها. وهاد الحليب هذا بغيت نديرو انا باش نصايب به واحد الحلوه غتكتشفوها معايا من بعد. المهم البنات غنقول لكم المقادير بعجاله. المهم انا غنعبر قدامكم باش حطيت هادشي باش هذاك العبار يدوز من قدامكم، فهمتوا؟ باش هذاك الشيء يدوز بشفافيه. المهم انا عندي هنا كاس ديال السنيده، غنزيد معاه جوج كيسان ديال الحليب. الحليب يكون كامل الدسم البنات، جوج كيسان ديال الحليب راه كيعطي كميه لا باس بها. المهم البنات كامل الدسم بالنسبه للبنات اللي في اوروبا انتيرو كامل الدسم. المهم البنات غنحتاج جوج فانيات، البنات انا غندي فوق البوطه غنحرك مزيان، بقى نحرك حتى تسدو بالسنيده. وغنمشي معكم هاد البوطه مره مره غنوري لكم كيفاش كيغلي وكيفاش غيولي. المهم غندوز معكم جميع المراحل ان شاء الله باش تشوفوا هاد النيسلي كيفاش غيوجد ان شاء الله. البنات غنتلاقاو من بعد. البنات كما تشوفوا هو بدا يغلى الحليب، بقيت نخلط فيه تتذاب التسانيدة، ولكن مع التحريك المستمر البنات مخصكمش تحيدو من حدا ان شاء الله تتنجح لكم الحليب ديالكم. كما كتشوفو ملي تيبدي يدير هاكا في الكشكوشة صافي راه قريب يوجد. حيت البنات مبغيتش نبقى نحرك والكاميرا شاعلة باش منطولش الفيديو، حيت البنات كيتشكاو كنطول الفيديوهات بزاف، ومثلا مبغيش البنات كاع نطول عليكم فيديو. دابا من هنا لقدام ان شاء الله غيولو لي غوسيط رابيد، غنوليو الوصفات سريعه ما غنبقاش نطول الفيديوهات ان شاء الله يا ربي. المهم البنات ها نتوما كتشوفوا هو بدا كيتقال، كما تشوف معايا بدا كيتقال. دابا غنطفي شويه الكاميرا بما عقاد ليا مزيان، وغنوري لكم القوام ووريت لكم مع كيفاش هو بدا كيتقال وزيدي كيدير في الكشكوشه. يلا البنات نتلاقاو من بعد. البنات كما كتشوفوا ولا عاقد، هو حليب ولا حليب كذا مكثف كما تشوفوا. المهم انا بغيت نزيد نطيبو، بغيت اللون ديالو يتغير، بغيتو اللون بني. الا بغيتو تكافو غير بهاد القوام هاكا ابيض ماشي مشكل، ولكن انا بغيت نبدل اللون ديالو، بغيتو شويه بني. بغيت نستعملو فواحد الحلوه خاصو اللون ديالو شويه يكون بني. المهم هو راه دابا راه واجد كما تشوفوا، هو واجد
مي تشوفوا القوام ديالو راه واجد انا درت اللون ديالو. المهم انا وريت لكم الطريقه ديال الاستعمال البنات هذا الحليب راه غتصاوبوا تيبغي شويه الخاطر تبقاو تحركوا حيت في الاول تيبقى جاري جاري غتقولوا لا راه يمكن ما صدقش لينا لا يعطيو التحرك مادام هو الحليب تيتم غادي ويبغي يفيض وانتم كتحركوا وتيدير لك الكشكوشه لان الحليب كيتبخر ما كيبقاش كيتبخر كتبقى غير السند كطبيه وهذيك الفاني صافي البنات وكتبقى تحركوا تحركوا كما كتشوفوا تولي داير هذوك الفقاعات ديال الكشكوشه صافي راه تيبدا يوجد دابا كتشوف انا تبدل ليا اللون كما تشوفوا. حاجه اخرى بغيت نقول لكم البنات هو راه هو راه ناجح في اول استعمال زعما تقولوا زعما راه ما ينجحش لينا لا في اول استعمال كينجح. المهم البنات كنتمنى تجربوه كما كتشوفوا القوام ديالو دابا انا غندير في الثلاجه يبرد باش نستعمله وان شاء الله ملي غيبرد غنوري لكم كيفاش غيولي. نتلاقاو من بعد البنات.